باشا عامل ايه؟ لا 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 تعالى بس كده جيبه كده شويه وزير اللوجو اللي ورا ده عشان ده اهم مني انا شخصيا اصلا. في الفيديو ده هكلمك عن الناس اللي ما ينفعش تصاحبهم او ما ينفعش تديهم ودنك او تسمعهم اصلا، فيلا بينا على طول. عاملين ايه؟ يا رب كل خير. انا كريم عفاف بقدم محتوى في السنه وتفرجها سبيكر. ادخل كده فوت لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. ويا صاحبي احب كل مره افكرك ان انا كل يوم بنزل ريلز على الانستجرام او ستوري او فيديو على التيك توك، فانا اكتف جدا جدا الايام دي على التيك توك وعلى الانستجرام. فانت لو مش متابعني يا صاحبي فانت فايتك حياتك كلها، مش نص عمرك، لا حياتك كلها يا صاحبي. فانت وقف الفيديو دلوقتي واعمل سبسكرايب وروح على قناه الجيمنج عشان في هناك عظمه حرفيا بتحصل، واعمل بار سبسكرايب وروح بقى مسي بقى عليا في الانستجرام بقى والتيك توك والكلام ده، يعني مسي عليا يا زميلي. والله ثلاث اشخاص ما ينفعش تصاحبهم او ثلاث اشخاص ما ينفعش تديهم ودنك، ما ينفعش اصلا تسمعهم خالص. ويا زميلي الكلام اللي بقوله لك ده يا زميلي عن تجربه شخصيه، يعني الواحد اتخزوى كده في حياته كتير، فجاي بقى يقول لك ايه حياته بقى مشيت ازاي عشان ما تتخزواش زيه. واول واحد معانا في الليسته بتاعت النهارده او اول واحد معانا وياخد لقب ان انت ما ينفعش تكلمه ولا ينفع تصاحبه ولا ينفع تسمعه عن جداره، اللي بيفضل يقول لك نصايح وهو اصلا ما بيعملهاش. مش فكره نصايح بس، لا فكره هو بيقول لك نصايح، بيقول لك حاجات عموما، بيقول لك حاجات تعملها وهو اصلا ما بيعملش اي حاجه من اللي هو بيعملها دي. والشخص ده يا زميلي بيحسسك دايما ان هو بيديك نصايح عشان هو اعلم منك او هو عنده علم اكتر منك، وانت بالنسبه له انت لا شيء، فانا بعلمك. وطول ما انت معايا هتحس ان انت جاهل، انت لازم تاخد منه المعلومه، هو بس انت دايما ناقص، لازم ترجع له هو عشان يديك الحته اللي ناقصه دي، وهو اصلا ما بيعملش اي حاجه من اللي هو بيقول عليها. فبتلاقي نفسك دايما طول ما انت معايا انت بتحس بالنقص اللي انت فيه، حاجه ناقصه، وهو اللي بيحاول يديها لك. مش عايز برده اعلي برده صوتي في الفيديوهات دلوقتي يعني علشان الساعه دلوقتي 3 الفجر والبيت كله نايم، فنفسي والله يا صاحبي ازعق والكلام ده، بس يعني ايه ربنا يخلي لنا المايك بقى يعني معلي صوتي. تاني واحد وده برضو عن تجربه شخصيه، الشخص اللي ما بيشجعكش، هو بيبقى دايما شايف كل اللي انت بتعمله عادي، حتى لو حاجه واو، حتى لو انت نجحت جدا، لا هو شايف برضو اللي انت عملته عادي جدا. وده انا بقع فيه كتير جدا جدا في حياتي، فكره برضو الفيديوز اللي انا بعملها على يوتيوب، فكره انا مثلا لما اجي احكي لحد انا عملت مثلا فيديوز، انا مثلا الشهر ده مثلا حققت مثلا نزلت مثلا 50 40 فيديو، فده بالنسبه لي ده بيبقى تارجت بالنسبه لي ان انا استمريت على فيديوهات معينه في الشهر ده وحققت اللي انا كنت عايزه، هو بالنسبه له طيب تمام ماشي استفدت ايه بقى من الفيديوهات. الكلمه دي يا صاحبي بتقفلني بقى خلاص، اللي هو وغور في داهيه بقى. او مثلا فكره مثلا لما اكون مثلا اتعلمت حاجه جديده في المونتاج او في برنامج الادوبي او الكلام ده، وابقى فرحان جدا ان انا اتعلمت الحته دي في الفيديوهات، زي طبعا ما انت شايف طبعا في الفيديوهات اليومين دول في طبعا صاحبي تطور وقناه الجيمنج كمان عملنا دخله جديده وحوارات جديده. صاحبي انت فايتك كتير قوي قوي، لا 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 بص لي بس هنا كده انت فايتك كتير قوي قوي. بس صاحبي ففكره بقى انا بتعلم اصلا الحاجات دي على اليوتيوب والكلام ده، فاجي بقى اقول له مثلا بص فكره الفيديو ده، بص مثلا الحركات اللي جوه والكلام ده، فاللي هو تمام ماشي. فالصباح الفل بقى يا صاحبي ببقى عايز بالجزمه وفي وشه يا صاحبي والله. فليه ده اصلا يا صاحبي يبقى في حياتي اصلا او في حياتك اصلا؟ ده يا صاحبي بقى كلب بحر كده في الحياه يا صاحبي، ملوش اي لازمه اصلا. فريح دماغك بقى يا صاحبي وريحني معاك، وما تصاحبش الناس دي ولا تسمع لهم اصلا. تالت واحد بقى وده افشخهم بقى، ده عدى الكرياتيف بقى كتير فشخ. فكره بقى ان انت لما تيجي تغلط هو بيبقى مستنيك عشان تغلط، فاهمني؟ بعد ما تغلط بقى يقول لك يا صاحبي مش انا قلت لك يا صاحبي والله، ده اخرك لما يسمعش كلام. لا يا صباح الفل بقى يا زميلي، اصلا بلوكات بقى من كل حته وتغير رقمك اصلا عشان ما يوصلكش تاني الراجل ده. ده بيبقى من اوسخ الانواع اللي في الكون والله صدقني، لو فكره هو مستنيك لما تغلط فاهمني، عشان بعد ما تغلط يقول لك طب ما انا قلت لك بقى يا صاحبي. هو مش فكره مش بيواسيك، لا هو بيأنبك فاهمني. فاللي هو فكره انت هتجيبها اصلا من الغلط اللي حصل او من المصيبه اللي انت واقع فيها ولا من الشخص الكلبوبي ده. اه والله يا صاحبي ما يتقالش عليه غير كلبوبي، بس انا طبعا عشان انا فيديوهاتي هنا في ناس بتتفرج عليها عائليه وبننمي الاسره، فما ينفعش اقول كلمه ثانيه، فاحنا هنقول كلبوبي خلاص. لا خلي بالك قوي قوي على فكره عشان بحافظ على معايير المجتمع. فده برده يا صاحبي ما ينفعش اصلا يبقى في حياتنا اصلا يا صاحبي، احنا مش ناقصين امراض والله. فنحاول ننظف حياتنا من الاشخاص دي، ونحاول نشوف او نستنضف الناس اللي احنا بنصاحبهم. مش عارف والله يا صاحبي بقول لك ايه، انا عملت فيديوهات كتيره جدا جدا عن فكره انك ازاي تنقي اصحابك، ازاي تختار الصحاب اللي انت المفروض تكمل معاهم والكلام ده. طبعا لف اصلا في الشانل هنا او لف في القناه هنا هتلاقي فيديوهات حلوه جدا جدا لازم تكون متفرج عليها اصلا. وطبعا ما تنساش طبعا الحمله اللي احنا عاملينها، فكره ان انا اخليك شيك حتى لو غصب عنك، حمله انا عاملها دلوقتي في صفحات بلوتو ستور او البيج بتاعت بلوتو ستور على الفيسبوك وعلى الانستجرام. كل اللي انت تحتاجه بقى في الاكسسوارز بتاعت الولاد، الساعات، الرينج لايت، لو انت عايز تبدا مشروع مثلا كفكره يوتيوب والكلام ده، كبرفيوم، ككل حاجه وبسعر مخصص
مخفض جدا جدا. لو انت عايز تشتري اي حاجه هتلاقي في الديسكريبشن تحت اللينك بتاع بلوتو ستور. بس كده، ودول كانوا الثلاث اشخاص اللي ما ينفعش تفكر فيهم او ما ينفعش تصاحبهم او ما ينفعش تركز معاهم او تسمع لهم اصلا. ويا ريت طبعا كل اللي يتفرج على الفيديو ده يعمل شير في كل حته عشان عايزين نوصل 10,000 سبسكرايب قبل نهايه الشهر ده. وكالعاده دوسا كوتش، السلام عليكم.